رغم انه نحن برات موسم الصيد، هيدا الشيء ما بيمنع انه نضل عم ندرب الكلاب تبعنا. كيف؟ خلينا نشوف. نحن اليوم بالبقاع ورح نكون باستضافة وليد طبارة اللي شرح لنا عن أهمية التدريب المستمر لكلاب الصيد لتضل محافظة على مهاراتها ولياقتها البدنية، مطيعة لصاحبها بابوشي، وتتكيف مع حياة بيئة جديدة. إجمالا كل صيادة لبنان بيحضروا بابي ليجي الموسم ويكون البابي جيهم. هيدي البابي ستر، وهلأ عم نفرجي أول مراحل التعليم. عم تنبش على الفراية طارق. نحن هلأ عم ندرب بابي 5 أشهر، بعدها أول تدريبي لإله في الحقل. خبرنا هيدا شو بتعمل؟ هيدا بتعمل صوت من صناعة شركة بريشيا لتدريب البابي، حفاظاً على البيئة كمان مشان الخرطوش ما يخاف من كوت فيوزيل أو صوت القواص. اليوم ما رح كون عم بقوص، يعني رح استغني عن الخرطوش ورح كون عم بعمل دراي شوتينج اللي بيساعد على تحسين مهارات الرماية من خلال التمرين على تحديد الأهداف، تحكم بالبارودة والتزام السلامة. صلي على 24 متر. وانتو كيف بتدربوا كلابكن؟